طيب، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أرحب بكم أيها الأخوة والأخوات في الدرس الأول لمقرر النجل 141. بإذن الله في هذه المحاضرة راح نتكلم بشكل بسيط عن محتوى هذا المقرر وبعض الأمور التي ينبغي التنبه لها، وأيضا بعض الموضوعات المهمة. تعلمون أول شيء، يعني قبل ما نتكلم عن المقرر، أن الحضور يعني مهم جدا، ليس للدرجات ولكن للتحصيل. وأيضا يعني تعرفون أن يعني طريقة بناء الأسئلة في الاختبار تكون معتمدة يعني بشكل كبير على هذه المحاضرات. أما الشخص اللي ينقطع عن المحاضرات ويعتمد فقط على مقاطع الفيديو أو المحاضرات المسجلة، هذا لا بأس إذا كان يستطيع فهم كل ما يعني يعرض في هذه المقاطع، والمقاطع قد تكون طويلة نوعا ما. لكن المهم جدا، وأكرر، ضرورة الاستماع لهذه المحاضرات، محاولة الاستفادة، وأيضا التدوين. التدوين مهم، يعني أنا نادرا ما أكتب، لكن إذا كتبت يعني بعض الأمور يعني يفترض أنها تكون مهمة. فرجاء يعني الشخص اللي يستطيع يكتب باستخدام الحاسب لا بأس، الشخص اللي ممكن يستخدم ورق أو قلم أيضا أفضل. طبعا تعرفون الحلقات المرئية من عرض الدكتور محمد القضيعين موجودة في المصادر الخاصة بهذه المادة، بإمكانكم الرجوع لها، وهو في الغالب يشرح أكثر شيء بعض القواعد النحوية والكلمات. طيب، هل المحاضرات أو اللقاءات التي نقيمها الآن ستكون مختلفة تماما؟ لا، لن تكون مختلفة، لكنها راح تكون مختصرة وأكثر تركيز. لمن أراد تفاصيل أكثر يرجع لمحاضرات الدكتور محمد القضيعي، وراح أركز على عدة أمور راح أكتبها لكم الآن. فدعوني أولا أشارككم لوحة جديدة. طيب، وش المواضيع اللي ممكن تتكلم عنها؟ حسب في تعديلات في البلاك بورد، لا بأس، جميلة. طيب، أولا دعونا نقسمها لعدة أقسام. من الأقسام المهمة اللي هي اللي نسميها tenses. إيش معنى tenses؟ الأزمنة، أو ال verb tense، زمن الفعل. أوكي، verb tenses، الأزمنة، هذا شيء. طيب، قبل ما نعطي أمثلة الأزمنة أو نذكرها أفضل. طيب، من الأزمنة اللي هي أول شيء الـ verb to be، أو الـ أو الـ في حالة الـ present اللي هو المضارع verb to be. verb to be راح نشرحها، يعني verb to be هو ليس يعني يأتي بعدة أزمنة، يأتي بزمن الماضي وزمن المضارع، لكن هو جزء، يعني أول درس ممكن يستفيد منه الطالب في بدايات تعلم اللغة الإنجليزية، اللي هو يسمونه verb to be، ولو فعل الكينونة. إذا حابين ترجمة نقول فعل الكينونة. الشيء الثاني هو الزمن الآخر، واللي هو simple present، simple present tense، اللي هو المضارع
البسيطة. بعد ذلك اللي هو present continuous. والمضارع المستمر طبعا continuous تكتب هذا الشكل عموما. طيب بعد المضارع المستمر عندنا simple past اللي هو الماضي البسيط. عندنا أيضا بعد ذلك ال future المستقبل. طيب شو نقصد بالأزمنة؟ نقصد بالأزمنة ببساطة يعني عشان الشخص ممكن يقول يعني وش جالس ندرس يعني حفظ المسألة أو كيف؟ لا ما هي حفظ، لكن تعرف لما تدرس قواعد نحوية في أي لغة خصوصا في اللغة الإنجليزية مثلا، نركز دائما على الأزمنة لأنها تختلف اختلاف يعني جذري بين كل زمن وآخر. يعني لما أتكلم عن شيء حدث مثلا في الماضي بطبيعة الحال سيكون شكل الجملة يختلف عما إذا كنت أتكلم عن شيء يحدث الآن. طيب يمكن يقول شخص هذا شيء طبيعي معروف، صحيح شيء طبيعي معروف، لكن مثلا في اللغة العربية ممكن أستخدم أكثر من زمن صيغة واحدة للتعبير عن زمنين. يعني ما بالضرورة أني أستخدم مثلا أن هذا التفريق يكون واضح إلا بحسب سياق الكلام، أو تضيف جملة مثل محمد يلعب. أوكي أنا ما أدري هل هو يلعب الآن تقصد زمن مضارع مستمر، أو إنك تبغى تقول محمد يلعب إنه يعني يستطيع اللعب. أوكي فأحيانا ليس بالضرورة أن يكون تعبير عن الزمن ظاهر في شكل الجملة أو في تركيبها، بل أحيانا من السياق أو بإضافة عبارة ليست خاصة بتركيب الفعل. يعني لا تلحق، أقول يلعب الآن، ما أضفت أي كلمة على يلعب أو حروف داخل عليها، لا كتب يلعب الآن، يلعب في هذه اللحظة، يأكل في هذه اللحظة، يمشي. لو أقول فلان يمشي، هل أنت تستطيع المشي أو أنك تقول هو فعلا يمشي؟ عموما ما هو هذا موضوعنا. الموضوع بس عشان بعض الطلاب لما تقول له مضارع مستمر ومضارع بسيط وكذا كذا يبدأ يعني يتضجر. المطلوب ليس حفظ الأسماء هذه، المطلوب هو استخدام هذه الأزمنة بشكل صحيح. يعني لما أتكلم عن شيء حدث في الماضي أعرف أستخدم simple past ماضي بسيط، يعني في ماضي نوع ثاني، ماضي مستمر، في ماضي تام، وهذا اللي غير موجود في اللغة العربية اللي هو الماضي التام. يعني موجود قد يأتي ويعني يذهب بحسب استخدامك له، لكن ليس مشابه جدا للغة الإنجليزية. إذا هذه هي الفكرة من لما يقول لك مضارع تام يقول لك مستمر أو ماضي أو عموما. أتمنى أن هذا يعني ما يكون عبء إنك تعرف شيء، لكن إنك تعرف الهدف، أن الهدف أني أستخدم جملة في زمن محدد بشكل صحيح. طيب إذا هذه يعني معظم الأفعال اللي تكلمنا عنها اللي كتبتها لكم الآن. طيب وش الأشياء الثانية غير التنسز؟ الأشياء الأخرى اللي راح نتكلم عنها بإذن الله اللي هي structures. راح نتكلم عن بعض الأشياء المتعلقة بالتراكيب، أوكي؟ بالنحو، بالسينتاكس أو بالجرامر، أوكي؟ راح نتكلم مثلا عن لحظة بس.
بقول structure نتكلم عن بعض القواعد اللي تتكرر دائما في استخدامنا اليومي للغة، وتكون أحيانا من يعني مشابهة أو مختلفة عن اللغة الأم، يعني عن اللغة العربية. إذا كان الجميع هنا يتحدث اللغة العربية فطبيعي إن في بعض الأشياء قد تشابه تراكيب في اللغة الإنجليزية، وأحيانا قد تكون مختلفة. إذا كانت تشابه هذا شيء جيد، يسهل عليك إنك تكتسب هذه أو هذا التركيب. إذا كان يختلف هنا مشكلة، قد تقع في خطأ بسبب تأثير سلبي للغة الأم، للغة العربية. فاللغة الأم قد تكون لها تأثير إيجابي أو تأثير سلبي بحسب تشابه التركيب في اللغة الثانية أو اختلافه. طيب، ما هي قواعد؟ مثلا راح نتكلم عن A versus an، استخدام البادئة أو أدوات التعريف، أوكي، أو التنكير، مثل A and an، أوكي، يسمونها indefinite articles، يعني هي أدوات تستخدم لتدخل دائما على الاسم النكرة المفرد، أوكي، اسم النكرة مفرد. هذه من ضمن الأشياء. من ضمن الأشياء الأخرى أيضا راح نتكلم عنها بإذن الله، اللي هي الجيرند versus infinitive، جيرند and infinitives. شو المقصود بها؟ المقصود بها راح في حينها راح إن شاء الله نتكلم عنه، لكن لو بحثت عن هذا الشيء في جوجل أو في اليوتيوب راح إن شاء الله تحصل معلومات كثيرة إذا أنت مستعجل. لكن باختصار، أحيانا يأتي الفعل على شكل الاسم أو الاسم يأتي بشكل فعل فنستخدمه، هو في النهاية ليس فعل لكنه يسمى جيرند، أشبه بالاسم. مثل لما أقول I enjoyed، أنا استمتعت مثلا بقراءة الكتاب، هذا نسميه جيرند. لكن لما أقول حتى باللغة العربية نفس الكلام، أنا استمتعت بقراءة، لاحظوا ما قلت أنا استمتعت أن أقرأ الكتاب، لا، أنا قلت استمتعت بقراءة، استمتعت بمشاهدة، أوكي، استمتعت بقيادة، استمتعت whatever، أوكي. نفس الكلام في اللغة العربية، في اللغة الإنجليزية بعض الأفعال مثل فعل enjoy يأتي بعده gerund، فعل بالـ ing، I enjoyed reading the book، I enjoyed watching the movie. How about infinitives؟ ماذا عن infinitives؟ infinitives لا، اللي هي مثل أن المصدرية عندنا في اللغة العربية، لما يقول أحب أن أذهب، أوكي، بدل ما تقول أحب الذهاب، مع أن كلها صحيحة. وكذلك الحال في اللغة الإنجليزية في بعض الأفعال تأخذ الاثنين. عموما ما هو هذا موضوعنا، هذا باختصار بعض الأشياء اللي راح نتكلم عنها من ناحية التركيب. أيضا من ناحية هذا، ما زلنا في التراكيب الآن، راح نتكلم عن الكومباريزنز in English. Okay. Comparison. Comparison اللي هو المقارنة. نستخدم الصفات في اللغة الإنجليزية للمقارنة بين بين شيئين، مثل مثلا أجمل، أكبر، أصغر، أطول، أحسن. كل هذه صيغ مقارنة بين شيئين. وأيضا صيغة التفضيل العليا يسمونها superlative، صيغة التفضيل العليا. يعني كيف صيغة التفضيل؟ يعني الأفضل، يعني كيف نقول the best، the most expensive، the smallest، the cheapest. هذه صيغة التفضيل العليا، كيف نصيغها؟ يعني عندنا أكثر من طرفين في الموضوع، عندنا 3 4 10، من بينهم واحد الأميز أو الأفضل، صيغة يعني أخذ صيغة التفضيل العليا، فكيف نصيغها باللغة الإنجليزية؟ إذن في فرق بين لما أقول أفضل وفي مقابل الأفضل، يعني نفس الكلام في اللغة العربية. فإذا هذا من المواضيع اللي راح نتكلم عنها. تعرفوا في اللغة الإنجليزية فيها كلمات مكونة من مقطع، وكلمة مكونة من مقطعين أو أكثر، صفات، وكل منها لها تعاملها الخاص. طيب، فراح أتطرق لهذا إن شاء الله بالتفصيل مع الأمثلة. طيب، ليش أنا اخترت الأشياء هذه بالذات؟
ليش؟ لسبب، أولاً هي ما هي موجودة على فكرة في الكتاب، لكن هي سهلة وتتكرر دائماً، وإذا جمعت بين هذه مع الأزمنة اللي تكلمنا عنها إن شاء الله بهالفصل راح تستطيع تخرج على الأقل بجمل بسيطة، يكون هدفنا دائماً يعني عالي، لكن في نفس الوقت ما نلوم أنفسنا وما نجلد الذات إذا ما حققنا فعلاً تقدم مبهر في خلال الفصل. لا، اللغة تحتاج وقت، تحتاج وقت وتحتاج أيضا التزام ومواصلة، أما انقطاع وعدم ممارسة ودائما البحث عن الأهداف السريعة هذه هي مشكلة. هل عندك هدف بعيد المدى؟ يعني تتحدث عن سنوات، لا تتحدث عن أشهر، عدة سنوات، يعني قد تصل إلى من سنتين وطالع، لا ليس أقل من سنتين. إذا كنت فعلا تبغى تصل لمستوى متوسط أو فوق المتوسط في تحدث اللغة الإنجليزية، وكذلك أي لغة بشكل عام، فهذا الهدف. المادة هذه ليست مادة تخصص، أنا أعرف الشيء هذا، لكن في نفس الوقت هي اللغة يعني السائدة واللغة العالمية ومستخدمة في أغلب دول العالم، لغة التواصل. فيفترض بأي طالب أنه يعني يحاول يطور نفسه. تأكد تماما اعتمادك فقط على هذه المحاضرات لن يعني يتقدم بك كثيرا، لكن الأهم من هذا كله إذا كان عندك شغف وحب اللغة الإنجليزية، يعني هذه الأشياء تعتبر مساعدة لك. ممكن أجاوب على استفسارات عندك، ممكن أنبهك على بعض الأخطاء اللي كنت تسويها، أشياء كثيرة. أيضا من التراكيب اللي راح أتكلم عنها اللي نسميها الـ question tags tag questions، اللي هي الأسئلة المزينة. Okay, so we can say tag questions. Okay, أو question tags. لا تجي. معناتها tag. Tag هو زي ما تقول العلامة أو طيب مثل ايش؟ ما هي الاسئله المزيره؟ الاسئله المزيره باختصار، ولاحظوا دائما انا اجيب اشياء بسيطه، ليش؟ عشان احاول اساعدك انك تكون جمله، حتى لو ما استطعت تعبر عن شيء يعني في بالك، لكنك تستطيع تتكلم في النهايه. لو ركبت مثلا احد الازمنه اللي تكلمنا عنها الان مع الكويشن تاج، راح يعني تقول 5 6 كلمات بالراحه في جمله، حتى لو كان على شكل سؤال. مش مقصود بالأسئلة المذيلة؟ الأسئلة المذيلة اللي هي للتأكيد، تسأل أحيانا تقول البيت جميل، ثم تقول أليس كذلك؟ كلمة أليس كذلك هذه هي المقصود بالأسئلة المذيلة. كيف نقولها باللغة الإنجليزية؟ طبعا هذه تعتمد على عدة أمور، منها استخدام الزمن، في أي زمن تتحدث؟ هل تتحدث الماضي، مضارع، المستقبل؟ أيضا يعني الشيء الثاني اللي نراعيه في استخدام الأسئلة الذيلية في اللغة الإنجليزية، كون الجملة مثبتة أو منفية. يعني إذا كانت جملة منفية يختلف، وإذا كانت مثبتة نقولها بشكل آخر، بأمر اختلاف بسيط وسهل، قاعدتها سهلة. لكن في اللغة العربية أسهل، دائما نقول أليس كذلك. مثلا لما أقول محمد طالب مثلا، نقول أليس كذلك. أو لما أقول محمد ليس طالبا، نفس الشيء، أقول أليس كذلك. لكن باللغة الإنجليزية يختلف الوضع، إذا كانت جملة مثبتة منفية وفي أي زمن. واضح؟ هذه باختصار عن بعض الأشياء المتعلقة بالتواصل
البنية. أوكي. وأيضا ممكن نتحدث عن طريقة بناء فقرة، كيف تكتب فقرة في اللغة الإنجليزية اللي هي الباراجراف. يعني أحيانا في ناس يهتمون بالكتابة، قد يعني يكون مستوى أعلى للكتابة أنك في البداية تحاول تستمع، تحاول تقرأ قبل أن تتحدث أو تكتب. دائما في تعلم اللغة معروف في input و output، في مدخل ومخرج. المدخل أنك أو أنك تستمع أولا، مثل الطفل اللي يتعلم لغة أو يكتسب اللغة، في البداية يستمع أكثر مما أنه يتحدث، بعدين يأتي عنده الـ output، المخرجات تأتي بالتدرج، في أخطاء في البداية لين لما يستقيم الكلام عنده. نفس الكتابة والقراءة، تجد الشخص يتعلم في أول ابتدائي أنه في البداية أنه يقرأ، هذه ألف هذه باء تاء، بعدين يحاول يقلدها بالكتابة، تطلع الكتابة أول شيء مش حالك، لازم نقاط ولازم كذا، لما يتعود على طريقة الكتابة بعدين تأتي. وكذلك الحال بالنسبة ليس على مستوى الحروف، إنما على مستوى الكلمات والجمل، نفس الفكرة، صعب إنك تكون جملة تكتبها قبل ما تستوعبها وتفهمها. فدائما أفضل مهارة تساعد على جميع المهارات الأخرى طبعا القراءة. القراءة تساعدك على الكتابة، وتساعدك أيضا على مهارات أخرى، حتى النطق. إذا أصبحت تقرأ بشكل عالي وتحاول إنك لما تمر بكلمة تعرف كيف تنطق من هالكلام، فيعني ممكن تطور مهارة. لكن معروف القراءة تساعد على الكتابة، والاستماع يساعد على التحدث. القراءة أيضا تساعد على التحدث أيضا. إذا القراءة سبحان الله، يعني الشخص لما يقرأ أكثر يعني يبدأ يتشرب بعض البنى النحوية دون أن يشعر. فتجدك مثلا، خلو على سبيل المثال اللغة العربية، تقرأ أحيانا كتب، لذلك ينصحون دائما يقول اقرأ الكتب الأدبية، اقرأ الكتب اللي كاتبها إنسان يعني ضليع في اللغة العربية وقوي ومتمكن، أفضل من إنك تقرأ الروايات مثلا اللي كتبت مؤخرا أو اللي مكتوبة بلغة ركيكة وكذا. لأن الفكرة ليست فقط أحداث و حبكة مثلا ونهاية مشوقة أو نهاية مأساوية أو قصة استمتاع، بقدر ما هو بالإضافة إلى ذلك أنه التعلم، يعني تفيد نفسك أنت لما تقرأ تراكيب قوية دون أن تشعر، يتخزن عندك في العقل الباطني. لما تقرأ نص وتفهمه حتى لو ما نطقت به، فقط قرأته مرة مرتين، مريت عليه مريت على المشابه، يعني يحفظ تلقائيا في العقل الباطني. فتجدك أحيانا لما تبدأ تكتب يظهر من كتاباتك يعني بناء أول مرة تستخدمه، هذا أنا أول مرة أستخدمه وتعجب فيه، ومن وين جاء هذا؟ كأني أول مرة أسمعه، ما أدري كيف طلع من عندي. هو طلع من عندك لأنه مخزن عندك في العقل الباطن بسبب قراءة مريت فيها جملة أعجبتك وتحاول تفهمها، فعلا فهمتها وتخزنت عندك. هذه باختصار. طيب نستمر. تكلمنا الآن عن شيئين. في البداية تحدثنا عن التنسز، الأزمنة، بعد ذلك عن structures، الأبنية. أوكي. الآن تحدث عن شيء آخر، يعني كل هذه الأشياء راح أحيانا نفرد لها محاضرات خاصة، وأحيانا تكون ثنتين في اثنين في واحد، يعني ممكن نتكلم عن زمن وفي نفس الوقت نتكلم عن بنية معينة، مثل أي أند آن. هاي أي أند آن ما تحتاج محاضرة كاملة، في 10 دقائق، في أقل من 10 دقائق ممكن نشرحها، واضح؟ فأحيانا تكون مع بعض، وأحيانا تكون كل واحدة لها، والله أحيانا تحتاج درس خاص، مثل gerunds and infinitives، هذه هذا واللي هو comparisons خاصة، المقارنات، هذه تحتاج محاضرة كاملة. لكن بعض الأزمنة مثل زمن المستقبل
سهل، يحتاج نص محاضرة. وندمج معه موضوع آخر. طيب ركزنا على شيئين، شيء ثالث يا أخوان اللي هو الـ vocabulary. شو معنى vocab؟ vocabulary اللي هو الـ words، okay new words. راح ركز أيضا على الكلمات، معرفة معاني الكلمات. طيب هل نكتفي فقط بمعاني الكلمات؟ لا، أنا ما راح أسألك دائما أقول لك ما هي ترجمة كلمة مثلا هاوس، وأعطيك منزل ولا بيت ولا سيارة ولا شيء. لا، أنا راح على شقين. أولا معرفة معنى الكلمة، هذا شيء مهم، والمهم الشيء الثاني مهم أيضا، ما نسميه تصريف الكلام، okay parts of speech. إيش معنى parts of speech؟ يعني أجزاء الكلام، تعرفون فيها categories أو تصنيفات معينة لكل كلمة، مثل اللغة العربية كلامنا لفظ مفيد كاستقم، في اسم وفعل حرف. فتجزئات هذه مهمة. هل هي مهمة لجميع الكلمات وأنا مطالب بكل كلمة أسمعها في المحاضرة؟ لا، فقط الكلمات اللي ركز عليها. نقول مثلا هذه يا أخوان الكلمة تراها فعل، والاسم منها نفس الشيء أو الاسم يختلف، وهذا هو الاسم. نركز على هالكلمات سواء في المراجعة أو في خلال الدرس، هي فقط اللي أنت مطالبين بها. لكن ما راح أجيب كلمة جديدة من عندي وأسألك مثلا ما هو شكل الاسم من الفعل، مثلا مثلا من الفعل، وأعطيك فعل مثلا جديد عليك مثلا، أوكي يطير مثلا، ما هو الاسم منه؟ لا، انا ما راح اسالك بالشكل هذا، راح اسالك فعلا نفس صيغه السؤال والقالب، لكن كلمات سبق ان علقنا عليها. طيب وش البارت اوف سبيتش اهم شيء اللي نركز عليه او اجزاء الكلام؟ باختصار اربعه، مع انها اكثر في اللغه الانجليزيه، لكن نركز على الناون. احفظوها هذه الناون، لازم تعرفون، لاني بسالك اقول إذا ما تعرف كلمة ناون ما راح تدري إنها اسم، خلاص راح تضيع. ناون عندك verb فعل، عندك adjective، عندك adverb. الadjective اللي هي الصفة، والadverb هو الحال. راح نجي عليها نعلق عليها واحدة واحدة، وش الفرق بين الحال والصفة. وإذا بس ركز على الأربع أشياء هذه لبعض الكلمات، ليس كل الكلمات، الكلمات اللي نتطرق لها في المحاضرات. طيب إذا vocabulary أعيد وأكرر أقول هو المفردات. قلنا بنركز على أجزاء الكلام الأربعة لبعض الكلمات، والأهم من ذلك نعطيك قائمة بالكلمات المتعلقة بالتجارة، استخدام اللغة الإنجليزية لأغراض تجارية. مثل كيف أغراض تجارية؟ أغراض تجارية يعني أغراض أو فاينانش أو أغراض يعني مالية، مثل استخدام فتح حساب، كلمات متعلقة بالأمور أو المعاملات المالية أو التجارية، أوكي، مقارنات بين شركات، الدعايات الخاصة بالشركات، كل هذه الكلمات الشائعة والسهلة أيضا. كيف تقول مثلا شركة فلان تكسب أكثر من كذا؟ كيف تقول هذا يكلف أكثر من كذا؟ كيف تقول افتح حساب في البنك؟ كيف أقول يعني عدة أمور؟ كيف أقول مثلا حجم التداول؟ كيف أقول معدل الصرف؟ أمور مالية وتجارية خاصة وسهلة أيضا، متداولة، common يعني very popular يعني شائعة جدا، وليست أمور متخصصة، يعني مور يعرفها طالب مثلا في ثانوي مثلا متحدث اللغة الإنجليزية يعرف معاني، وتستخدم بشكل يومي للجميع. طيب غير الفوكابلري، طيب هذه بشكل عام هي أبرز ملامح الموضوعات اللي راح نتكلم عنها خلال
هذا الفصل. اوكي يعني لاحظوا انها مقسمه، نقدر توزيعها على 13 درس. اوكي وبقيه الدروس تكون مثابه مراجعه. راح ان شاء الله يكون في تكليف ذاتي للمراجعه في نهايه الفصل. اتمنى ان شاء الله يعني الجميع ما يفوت التكليف. التكليف دائما مهم انك تعرف اخطائك وتعرف الاسلوب الاختبار، كيف نوعيه الاسئله اللي ممكن تنسال فيها، القوالب خاصه، لاني اعلق عليها. افتح اجابتك وشارك معكم الشاشه واعلق عليها، فاي اجابه خاطئه نقول هذا جواب صحيح، واذا كانت اجابتك صحيحه نقول هذا صحيح. اوكي فالجميع إن شاء الله سيستفيد، حتى بالأخطاء تستفيد. لكن تأكدوا يا أخوان، وهذا عشان ما أنساها في لحظتها، لما أضع تكليف ذاتي وتدخل أنت تجاوب، رجاء لا تنسون لما تنتهي من الإجابة أضغط على تسليم. بعضهم يقفل الشاشة ويمشي خلاص، يجاوب كذا ثم يقفل، هذا ما ترصد لك، لازم تسوي تسليم. إذا سلمتها يبين عندي الدرجة، عموما هي ما هي درجات، هي فقط للمراجعة. بالعكس كل ما كثرت الأخطاء كل ما كانت فرص التعلم لك أوفر من غيرك. مو شخص يشوف هذه المادة سهلة وإجابات تكون عنده 100%، هو واحدة من ثنتين، أما أنه أوريدي هو شخص يعني فاهم الدرس وعارف الكلمات هذه أنها سهلة، أو أنه فعلا استفاد. واضح؟ أتمنى يعني من الجميع الحرص إن شاء الله على إنه يحضر. يعني تعرفون تفاعلكم معي ووجودكم هو اللي يعطي يعني حياة لهذه المحاضرة، غير كذا يعني واحد يشعر بالرتابة والكآبة إنه جالس يعني ما يدري وين مستوى الطلاب، ما يعرف هل هم متابعين أو يعني الموضوع أصبح ممل، هل الموضوع أصبح صعب، هل هو سهل جدا. لكن بالمشاركات بالتواجد يكون في تفاعل أكثر والاستفادة إن شاء الله تأتي أكلها. طيب اليوم إن شاء الله لدينا محاضرة بكرة، لعلنا نبدأ غدا إن شاء الله بأول درس اللي هو أفعال الكينونة verb to be بفعل المضارع أو زمن المضارع verb to be فعل الكينونة. طيب في شيء حاجة بس حاب أقولها بالنسبة للأزمنة، هذا الشيء يتفرع من الأزمنة اللي هو الأول تنسز، اللي هو لما نتكلم عن أي زمن في ثلاث أمور لازم نتنبه لها دائما راح تلاحظونها، عشان أسأل عشان تعرفون إيش المطلوب. لما أذاكر الزمن لما أقول لشخص يا دكتور الآن أنا ذاكرت الزمن وش أذاكر فيه، عندك ثلاث أشياء. لاحظ كل زمن لازم تفهم فيه ثلاث أشياء، تذكروا هذه الرسمة، لا تذكرون الأشياء الثلاثة الآن، راح أقول لكم بس تذكروا الثلاثة. كل زمن لكي يطلع منه أو مفترض منك أنك تعرف ثلاثة أمور رئيسية، طبعا منها تفاصيل أكثر في كل محاضرة. وش الثلاث أمور هذه اللي يتكلم عنها؟ يفترض أن لما ندرس الأزمنة راح أكتبها تحت، يفترض أنني أعرف استخدام الجملة، بس حاول أغير اللون، استخدام جملة افترض عارف ان في الافيرماتيف او البوزيتيف affirmative جمل مثبتة، عندنا negative جمل منفية، وعندنا questions ثلاث أشياء. هاي ثلاث أشياء اللي أقصدها. شو مقصود بها؟ كيف أستخدم الجمل المثبتة مثل الجمل الخبرية في اللغة العربية لما أقول الطالب مجتهد، أوكي السيارة سريعة، هذه جمل مثبتة. ولا نقول محمد جائع، اوكي جمل مثبته. لكن بالمقابل في جمل منفيه ايضا في كل زمن لازم نعرف. لما نتحدث عن الزمن الماضي نقول
محمد كان محمد جائعا مثلا، هذه جمل مثبتة في الماضي. جمل منفية في الماضي، لم يكن محمد جائعا، لم يكن محمد جائعا، هذه جمل منفية. السؤال كيف أسأل عن الماضي؟ هل أقول هل محمد جائع؟ لا، أقول هل كان، لأن الزمن في الماضي. أقول هل كان محمد جائعا؟ هذا السؤال يسمونه نوع من السؤال، أيضا يسمونه yes and no question، أسئلة إجابتها تبدأ بنعم أو لا. لكن هناك نوع من الأسئلة اللي يسمونها أسئلة استعلامية أو استفهامية، informative questions، أو يسمونها اختصارا WH questions. شو معنى WH؟ W حرف صح، و H حرف. WH questions يعني الأسئلة التي تبدأ ب WH، مثل كلمات مثل what, where, when، كل هذه تبدأ أسئلة استفهامية استعلامية، تستعلم عن مكان، عن زمن، عن شخص. ما هو سؤال نعم أو لا؟ إذا نوعين في الأسئلة عندنا، نعم أو لا والأسئلة استفهامية. إذا هذه الثلاث أشياء، وإذا تبغى تقول خليها أربعة ما في مشكلة، لكن هو الرابع يندرج تحت الأسئلة. النوع الأول جمل مثبتة في كل زمن. النوع الثاني كيف تستخدم الزمن المنفي، مثلا أما أقول he speaks English، لاحظوا أقول هو يتحدث اللغة الإنجليزية، he speaks، لاحظوا قلت speaks حطيت S في النهاية، هذا في زمن المضارع البسيط مثلا. بينما لما أقول I جمل مثبتة أقول I speak بدون الإس، إذن هذه المشكلة. أحيانا يعني لازم أعرف جمل مثبتة في مع اختلاف الضمائر. طيب بالنفي، النفي أقول he doesn't speak، لاحظوا شلت الإس وقلت حطيت كلمة doesn't، هذا بالنفي. أوه يختلف، عشان كذا هنركز على النفي. نعم ركز على النفي لأن في إضافات وفي حذف في الجملة. ولما أقول I ما أقول I doesn't، أقول I don't speak Spanish for example. Okay, I don't speak Spanish. بالنسبة للأسئلة أقول أيضا أقول does he speak English, do you speak Arabic، أو أسأل أسئلة استعلامية أقول what language do you speak، أي لغة تتحدث، where are you from، من أين أنت مثلا. واضح؟ طيب ما عشان ما نثقل عليكم بالأمثلة، ما لها علاقة كل هذه اللي راح يعني نشرحها في حينها، لكن أنا جالس أعطيكم على سبيل المثال وش الأشياء اللي في الأزمنة ونركز عليها دائما. ثلاث أشياء ذكروها اللي بالأحمر، جمل مثبتة، جمل منفية. وكل أنت الآن لما تفتح أي كتاب خاص بالقواعد بالجرامر you'll find these three things دائما. They focus on affirmative sentences, on positive sentences. They then talk about the negative sentences, الجمل المنفية. And in the end, they talk about WH questions, or what we call informative questions, and yes and no questions. So these two types of questions, نوعين من الأسئلة. Yes and no questions, أسئلة تبدأ إجابتها بنعم أو لا. Or WH questions، الأسئلة التي تبدأ بكلمات استعلامية أو استفهامية، مثل تبدأ بحرفي ال W ثم حرف ال H. Okay. إذن لو شخص الآن يبغى يكتب، وش الأشياء اللي نكتبها؟ نكتب الأشياء هذه، طلع لي مين vocabulary قلنا parts of speech، noun، verb، adjective، adverbs، هذه إنشاء الكلام، هذا لازم تعرفها. هذه أهم شيء تكتبها الآن، البقية هذه شرح عام وراح نجي كلهم في حينه يعني. أوكي، لكن في ناس حتى تحب تعرف تكتب الأشياء عشان تبحث عنها مثلا في الإنترنت. عموما هي نصيحة سواء لهذه المادة أو أي مادة اللغة الإنجليزية مستقبلا أو حتى بعض المواد، لكن أنا راح أفتي في ما أعلم تخصص. بالنسبة لتعلم اللغة الإنجليزية الآن أصبح أسهل بكثير مما كان عليه الوضع في السابق، بل إنه من سهولته، أقصد من سهولة الوصول للمصادر، أصبح الإنسان يستثقل الشيء هذا ويتجاهل لأنه يعرف أنها سهلة للمحومة. فأحيانا يجيب أشياء عكسية، مثل طلاب عندنا مثلا في الكلية يعرف أن الكلمة هذه يستطيع ترجمها في لحظة،
عن طريق جوجل يستطيع حتى يترجم نص كامل أحيانا، فتلقاه ما عاد يعني يهتم لبحث عن كلمة ولا فيه ذاك النوع من الحماس أو النوع من الإثارة أن الشخص يحمل قاموس أو يبحث عن كلمة تأخذ وقت معين، وأنه هو يعني تميز عن بقية أقرانه أو عن بقية الناس اللي ما هم متخصصين أنه يعرف كيف يوصل المعلومة. أول من كان يحمل قاموس؟ ما هو أي واحد يحمل قاموس، يحمل قاموس فقط متخصص في اللغة الإنجليزية أو شخص مهتم وكذا، لكن الشخص العادي خلاص، أما يروح يبحث عن معهد، أما صار يعني يحتاج أنه يلتزم في دراسة منهج معين الآن لا، أو يشتري مثلا حزمة أشرطة من الفيديو وكذا ويحاول وكذا ويتعب على نفسه مرة. الآن لا، المعلومة أصبحت سهلة الوصول إليها. أنا أقول يا سلاح ذو حدين، إما يكون تجيب نتيجة إيجابية جدا أو أحيانا للأسف سلبية، وهذه لاحظناها في متخصصين طلاب متخصصين اللغة، دائما يأتي هو يعني بدون ما يحمل حتى قلم ورق بس مع الجوال، ويعتقد انه ويدرك ان الجوال فيه كل شيء، حتى يبغى ملخصات يبغى اي شيء يحصله في الجوال. فانا اقول دائما استفيدوا من هذه التقنيه ولا تجعلوها يعني نكبه، يعني خلوها بالعكس نعمه ولا تكون نقمه، وهي سهله بالعكس، المواقع موجوده وممكن نساعدكم نخصص ايضا بعض المحاضرات اذا انتم مهتمين للحديث عن بعض هذه الامور او مصادر موجوده على الانترنت وكيفيه الاستفاده منها. طيب أعتقد انتهى وقت المحاضرة، شاكر لكم استماعكم لها، وإن شاء الله أتطلع لتواجدكم في المحاضرات القادمة. سأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد والنجاح. شكرا لكم.